صباح الفل عليكم. النهارده هنعمل انبوكسنج ريفيو لليو اس بي اكسترنال ستيريو ساوند ادابتر من نيو جرين. في البداية حابب اشكر اي كام ستور ان هم وفروا لنا الساوند ادابتر ده عشان نعمله الانبوكسنج والريفيو. واللي ما يعرفش اي كام ستور هو ستور متخصص في بيع معدات التصوير الفوتوغرافيا والفيديو. ودلوقتي هنبتدي نعمل الانبوكسنج والريفيو، فيلا بينا. اول وجه للمنتج عليه لوجو يو جرين وصوره للمنتج ومكتوب عليه يو اس بي اكسترنال ستيريو ساوند ادابتر، وتحته موضحين انه بيشغل المايك والسماعات على البي سي عموما. تاني وتالت وجه للمنتج فاضي تماما، والرابع عليه سيريال نمبر وستيكر كده لما بتشيله بيطلع لك كيو ار كود. لما بنعمل له سكان بيفتح معانا موقع يو جرين وبنلاقيه كاتب لنا السيريال نمبر اللي موجود فعلا على العلبه، وبنتاكد من كده ان المنتج فعلا اصلي. الكيو ار كود التاني بيوديه على اكونت وي شات الخاص بالشركه علشان لو عايز تتواصل معاهم دايركت. خامس جنب فاضي برضو، واخر جنب عليه الفيتشرز الخاصة بالادابتر، واللي اهمها ان الادابتر بيجي 15 سنتي وانه بيدعم انظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس، ولكن اعظم حاجة الحقيقة انه بيدعم الهوت سوابنج، يعني بيشتغل على طول مش بيحتاج درايفر او تعريفات علشان يشتغل. اول ما بتوصله بيشتغل دايركت على الجهاز، واول ما بتفصله بيفصل برضو دايركت من الجهاز. علشان نفتح العلبة بنضغط على جنب العلبة اللي باللون البيج ده وبتطلع من الجنب التاني، وبنلاقي جاية مع المنتج بطاقة ضمان وكارت تعريف ليو جرين واليوزر مانوال الخاص بالجهاز، واللي هنعرف كل حاجه فيه مع بعض دلوقتي. بعد كده الادابتر نفسه بيجي بماتيريال كويسه جدا وتصميم شيك، بيجي بيو اس بي 2 وكنترولر عباره عن زرارين ميوت للهيدفون وللمايك، وساوند ويل للتحكم في مستوى الصوت، وثلاث مداخل لجاكات 3.5 مللي متوضح لكل واحده هي خاصه بايه، سواء بهيدفون بس او هيدفون كومبو اللي هي بيكون فيها سماعه ومايك او مايك بس. وكمان نقدر نوصل الثلاث حاجات دول مع بعض في نفس الوقت. وزي ما شفنا مع بعض الساوند ادابتر هو حجمه صغير جدا وسهل تتحرك بيه في كل حته، وكمان يقدر يشغل معاك اكتر من ديفايس في نفس الوقت. الفكره كلها بقى الساوند ادابتر ده مهم لمين بالظبط؟ في رايي الساوند ادابتر ده مهم لكل صناع المحتوى الستريمرز على الفيسبوك او اليوتيوب او اي منصه ستريم تانيه، لانه هيسهل عليك كتير جدا وانت بتستريم انك تتحكم في كل حاجات الصوت بتاعتك، وهيكون كمان مفيد للناس اللي ما عندهمش كذا مدخل للساوند في اللابتوب وهم محتاجين مثلا ان هم يسجلوا حاجات على اللابتوب ولكن بمايك بجاك 3.5 مللي، لان زي ما احنا عارفين اغلب اللابات الجديده دلوقتي ما بقتش موجود فيها الميزه دي. واخيرا هي مهمه جدا من وجهه نظري للناس اللي عندهم مشكله في كارت الصوت في الجهاز بتاعهم، فيقدر يستخدم ده ككارت صوت منفصل خالص يشغل بيه على اللابتوب او البي سي، لان زي ما احنا عارفين ان هو بيشتغل باليو اس بي مش بيشتغل بجاكس. وبكده نكون خلصنا الانبوكسنج والريفيو بتاعنا، وكالعاده لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تسيبه في كومنت وانا هرد عليك، واشوفكوا الحلقه الجايه.